انكشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية خلال زيارة العمل والتفقد لميناء الصيد البحري ثلييلف وبني كسيلة غرب ولاية بجاية، كشف عن دخول حيز النشاط ل 26 مزرعة لتربية المائيات، مسجلا ارتفاع منتوج السمك من هذه المزارع البحرية إلى 3500 طن سنويا. المزيد في ميكروفون رابح صايش. الآن نحصي أكثر من 26 مزرعة في تربية المائيات البحرية. قبل فقط 10 سنوات من الآن كان الإنتاج الوطني من تربية المائيات البحرية ما يتعداش 350 طن. الآن في سنة 2023 حققنا ما يفوق 3500 طن، بمعنى الإنتاج البحري في تربية المائيات البحرية ضاعف 10 مرات مقارنة بعشر سنوات قبل. وهذا مكسب جديد للقطاع لتدعيم أولا الإنتاج البحري بصفة عامة، وأيضا بما يساهم في توفير منتوج للمستهلك الجزائري، ويساهم في قضية المحافظة على القدرة الشرائية وبتقديم منتوج بأسعار تنافسية. من جهة أخرى، دخول حيز الاستغلال لميناء الصيد البحري ببني كسيلة وثلييلف سمح بخلق أكثر من 400 منصب عمل جديد. غير في بني كسيلة راح تخلق أكثر من 400 منصب شغل على مستوى هذا، يعني بالنسبة هذا الميناء، ميناء بني كسيلة. أيضا نفس الشيء بالنسبة لتلايلف ترمية المائيات العذبة، سواء أحواض الفلاحة كان تم إمضاء اتفاقية مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في هذا الصدد، وتم أيضا إمضاء اتفاقية مع على الشباب حتى أيضا الشباب يستفيدوا من هذه الاستثمارات. في قانون المالية سنة 2024 هناك تحفيز مالي مباشر، يعني اللي هو 50 ألف دينار جزائري عن كل طن إنتاج من سمك التلابيا، وأيضا جبائي من خلال تخفيض على القيمة المضافة بالنسبة لهذا المنتوج. تفكرنا في قضية تحويل هذا المنتوج اللي هو سمك التلابيا. وفي سؤال لتلفزيون النهار حول مشاريع إنتاج أفراخ السمك محليا، أرد الوزير عن تسجيل مشروعين لإنتاج صغار السمك سيدخلان النشاط في الأشهر القليلة القادمة. تعلمون الآن تربية المائيات البحرية خاصة ما كانش تحكم محلي في قضية المدخلات لزانتخون، سواء بالنسبة لصغار السمك أو بالنسبة للغذاء السمكي. الآن نعمل خلال السداسي الثاني من سنة 2024 راح يدخل على الأقل مشروعين كبيرين بالتعاون مع يعني أجنبي لقضية يعني السافوار فير، وسيكون إن شاء الله غذاء سمكي بالنسبة خاصة لسمك الدوراد لولوي دوراد، ليكون سمك ليكون غذاء محلي. طبعا راح ينعكس من بعد بالنسبة للأسعار، لأن بالغذاء يكون أقل من الاستيراد تاعو، إضافة إلى داخله حتى في إطار التأمين الغذائي يعني بالنسبة لنا. أيضا بالنسبة لصغار السمك عندنا ثاني على الأقل مشروعين، مشروع خاص ومشروع لمؤسسة عمومية اللي راح تخلق لنا صغار سمك أيضا بتعاون أيضا مع أجانب من ناحية التكنولوجيا وغيرها، ليكون صغار السمك محليا، وهذا اللي راح يدفع لنا وراح يعني يمثل لنا استقلاليه تامه بالنسبه لنا، بالنسبه خاصه تربيه المائيات البحريه.